هناخد مثالية بسرعة كده عشان نقفل باب المالتيبلكسر ونبدأ في المحاضرة اللي جاية. شوف كنا هناخد شابتر جديد، هيبقى إن شاء الله ده الشابتر الجديد اللي هناخده. هناخد حاجة اسمها في اتش دي ال اللي هي الفيري هاي سبيد ديسكريبشن هاردوير ديسكريبشن لانجوج. نشوف هنعمل بقى ايه. عايزين ننتهي النهاردة إن شاء الله من الأسئلة بتاعت المالتيبلكسر. هنا بيقول لك implement the fluent function using multiplexer. هو ما حددليش المالتيبلكسر بتاعي كام كام وعليه. تعالى نعمل الأول تروث تيبل زي ما دايما الزميل أحمد بيقول لنا، ندرس تروث تيبل وبعد كده نفكر هنعمل إيه. عندي functions بتاعتي A و B و C و D. أنا عندي inputs بتاعتي A B C D، وعندي الفانكشنز بتاعتي اللي هي الاف الاوتبوتس بتاعي اللي هو فانكشن اوف اي وبي وسي ودي اللي هو ده اللي هنا. عندي فور انبوتس اي بي سي دي، يبقى انا عندي 16 احتمال على طول اعملهم. ادا واحد، ادا اثنين، ثلاثه، أنا استخدم الاهتمام بتوعي أمثلهم أحط الاحتمالات بتاعتي دي اللي هي ال 16 احتمال اللي بيجمعوا لي العلاقه اللي بين الاي والبي والسي والدي. بعدين حسناء الفانكشنز بتاعتنا قال لي ايه بتحقق المنترم 1، يبقى هاجي في المنترم رقم 1 احط قيمه و3 و4 هذا المنترم 0 ومنترم 1 ومنترم 2 و3 وده المنترم 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 والمنترم 14 والمنترم 15. هو حاجه قال لي 1 وكام و3 وكام 4، هذا 1 وده 3 وده 4 11 وكام 12 و13 14 و15 يعني الباقيين بكام يا جماعه؟ كام؟ بيقول لك اتفقنا مع بعض ان المالتيبلكسر احد وظائفه شفناها في ان انا اعمل بها الدائره العملي اللي احنا عملناه. شفنا برضه ان احد وظائفه ان احنا ممكن نعمل بيه امبلمنتيشن لاي كومبينيشن سيركت. فليكن هي دي كومبينيشن سيركتس اللي هو بيقول لي عليه. بيقول لي اعملها بالمالتيبلكسر. دلوقتي انا عندي 16 احتمال. عندي كام احتمال؟ 16. تعالى نشوف هنستعمل المالتيبلكسر بتاعنا كام في كام. تعالى نبص، احنا قلنا دايما ان من الانبوتس بتاعتنا احنا ممكن نعمل منها الكود اللي هو يخص بالسلكشن، ومن خلالها ما اعرف الكود هقدر عدد الانبوتس بتاعتي واشوفها مع الانترنس بتاعتي اللي هيطلع كام. صح الكلام؟ من وجهه نظرك كده انا ممكن اطلع كام كود من الاحتمالات ال 16 اللي قدامي؟ 8. مين اللي قال 8؟ اتفضل حضرتك، هم ال 8 اللي هم الاربعه، اربعه واثنين. لا ايه هم الثمانيه؟ يعني الثمانيه سيليكشن اللي هم كام كود كام وكام وكام؟ حضر ايه وايه وبي؟ مثلا ايه وبي وسي ولا ايه وبي وسي؟ ايه هم؟ ايه وبي. ايه وبي بس؟ ايه وبي ما يعملوش ثمان احتمالات. ايه وبي يعملوا لي اربع احتمالات. طب نرد عليه شباب. ايه وبي يبقى يعملوا لي الاحتمال الكود 0 يبقى يجمعوا اربعه
وكود 1 يجمع 4 وكود 2 يعمل 4 وكود 2 3 يعمل 4 يعني يعمل لي 4 احتمالات. فاضل ايه ودي اتفضل يا باشمهندس. ممكن انا اجيب له سم دي 4 و هوصف مين؟ انا بقول يا جماعه طب افهموا بس الدنيا ماشيه ازاي الاول يا جماعه. يعني انا ظننت ان انت فهمت المساله الاولانيه. حاضر هسيبك تفرض دلوقتي. ظننت ان انت فهمت المساله الاولانيه. انا قلت الانبوتس كلها من ضمنها السليكشن ومن ضمنها الانبوتس بتاعت المالتيبلكس. لما تاخد الاي والبي والسي والدي فور سليكشن اولا ده ما يعملوا لي كام احتمال؟ يعملوا لي كام انبوتس؟ اربعه يعملوا لي 16 انبوتس في المالتيبلكس. معايا؟ اتفضل حضرتك. بي وسي بس؟ الاي والبي وسي. الاي والبي وسي؟ هو بيقول اي وسي ولا بيقول بي وسي بس؟ هو بيقول ايه؟ تقول ايه؟ ايه؟ بي وسي ما يعملوا لي 0 1 2 3 0 1 2 3 يعملوا اربع اختيارات. الزميل بيقول الاي والبي وسي صح؟ باشمهندس اسمك ايه؟ محمد بيقول الاي والبي وسي. تعالى شوف كده محمد هيقول ايه. محمد بيقول هنعمل سيليكشن اي وبي وسي. تعالى شوف كلامه. هنلاقي عندنا ثمان احتمالات. هذا الكود زيرو. هذا الكود زيرو. وهذا الكود 1. وهذا الكود 2. وهذا 3. 4. وهذا كده 5. وهذا 6. وهذا 7. دول الثمان احتمالات بتوع الانبوت 0 1 2 3 4 دول الثمان احتمالات بتوع المالتيبلكسر بتوع الثلاثه الثمانيه انبوتس المالتيبلكسر وان اوتس اللي هو الفانكشنز بتاعته اللي هي فانكشن اوف اي وبي وسي ودي عنده 8 انبوتس اللي هو الاي نوت اي 1 اي 2 اي 3 عنده 8 انبوتس هو قال انا هستعمل السليكشنز بتاعتي للاس نوت اس 1 اس 2 بالترتيب اللي هو موجود سي بي اي بالك من الكود عشان الكود يبقى مع السليكشن مظبوط. طب انا قصدي يا جماعه ما تفسرش اي رموز لاي حاجه عشان الكود اللي انت عامله هو الكود اللي يبقى على السليكشن. طب انا قصدي يا شباب هنا عندي استعمل السليكشن فور كود جاب الكلام ده منين؟ قال انا عندي 8 انبوتس يعني 2 تو ذا باور كام يا شباب؟ 3 يساوي كام؟ 8 يبقى عندي كام سليكشن؟ 3 سليكشن 3 سليكشن لاينز 3 سليكشن لاينز فور 8 انبوتس 1 اوت الكود بتاعك كام؟ A و B و C واضح جدا ان في كود 0 كود 1 كود 2 3 4 5 بريد 7 مش كده؟ يبقى اي نوت بجد اي 7 يوم ما تلاقي الامبوس بتاعتي بتاعت المطلوب بس والاوس اللي هو الفانكشنز بتاعتي. طب ايه المطلوب بقى؟ اللي اتبقى ابدا اوثق فيه مين يا جماعه؟ بتاعت الثمانيه امبوس بتوعي. صح كده؟ صح الكلام؟ ابدا اشوف الفانكشن از فانكشن اوف دي مش كده؟ هنا اما كان ب 0 كان بكام؟ وواحد كان بكام؟ يبقى هنا بقى بكام؟ دي هنا برضه اللي بعدها دي اللي بعدها دي كومبلمنت اللي بعدها 0 اللي بعدها 0 اللي بعدها دي ها؟ 1 1 بمنتهى البساطه مش عارف ليه انتوا كنتوا يعني بداية في توهان لي
شوف الكودز بتاعتك اللي ممكن توصفها واوصف الباقي بيه، لان في النهايه الفانكشنز بتاعتي هتتوصف بالشكل ده بمنتهى البساطه. يبقى هنا عندي الاي نود هيساوي دي، يبقى انا هنا دلوقتي هوصف الدي، ادي الدي انبوت. الاي 1 بيساوي دي، يبقى انا ما زلنا ناخد من هنا بيساوي دي. الاي 2 بيساوي دي كومبلمنت، يبقى ناخد دي على انفرتر ووصلها. الاي 3 واي 4 بارضي زيرو. الاي 5 بدي، هذا الدي اهو. الاي 6 و7 بالبي سي سي. تعالى نتحقق من الكلام ده، بعد ما تعملها حاول تعمل تشيك على كذا ستيت كده عشان تتاكد ان انت صح. فور اكزامبل اختاروا اي كود 101 مثلا 101 اللي هي دي، وليكن دي في اي شكليه كده. يبقى عندنا 1 سوري دي هتبقى 101. ده الكود بتاع رقم كام؟ كام يا جماعة؟ 5. يبقى انا هوصل بيه مين؟ الاول بمين؟ بالاي 5 بالاي ايه؟ 5. طب دي هنا كان في الاي 5 بكام؟ كان بكام هنا يا جماعة؟ بزيرو. فهنا دي بزيرو. فأي مشكلة كده يا جماعة؟ يبقى دلوقتي أنا عايز أتأكد بقى إن الفانكشن بتاعتي هتساوي نفس الفانكشن ولا لأ. قلنا هنا الكود بتاعي بيساوي الاي 5، يبقى بوصلها بالدي مش كده؟ يبقى إذا الفانكشن بتاعتي هتساوي هنا كام؟ زيرو. ابص على الفانكشن بتاعي لقيتها بكام؟ صح. اختار حاجه ثانيه، اختار لي اي حاجه ثانيه. الكود الرابع ده اللي هو 4 1 2 3 4 ده اهو. الكود بتاعي كام؟ السلكشن بتاعي كام؟ 001. يبقى هنا ده هيبقى ب 001. ادي بكام؟ بكام؟ ادي هنا بواحد، يبقى ادي هنا بواحد. تعال نشوف الامر بتاعنا هيبقى شكله ازاي. 001 ده ديسيمال كود للرقم 1، يبقى انا هوصل الايبوت باي ايه؟ اي 1 اللي هو اي 1 بكام؟ بدي. يبقى هنا دي هتساوي كام؟ 1. تعال نشوف كده هنا اهو دي كانت بتساوي كام؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى كده المساله بتاعتي او المالتيبلكسر بتاعي ناظر الفانكشنز بتاعت مين؟ البولين اكسبريشن اللي اديها لي. خلاص يا شباب؟ تعال ناخد مسألة لفظية. تعال ناخد مسألة لفظية ونعملها بالايه؟ بالديكور. حد عايز حاجة بدي الأول يا جماعة؟ حد عايز حاجة بدي يا جماعة؟ اعتقد البعض سمعها مني في التدريب. كان في حوالي 5 6 جمل التدريب في القصه عندنا، وكنا بنشرح لهم الديجيتال او استخدام الديجيتال في الاقتصاد. تعال ناخد الفكره. عايز اعمل محطه قطر، كنترول لمحطه القطر. محطه القطر عاده بيبقى في حاجه اسمها الخط الاولي. ان هو اللي بيخش منه القطر ويطلع عليه القطر عشان يروح للمحطه اللي بعد كده. بس في الغالب المحطه بتاعتنا بيبقى فيها ممكن يبقى فيها كذا رصيف مش كده؟ فبنضطر ان احنا في بعض الاحيان ان احنا نحول مسار القطر عشان يروح لرصيف ثاني.
الهمة دي أنا مش عارف لها مبرر، بس يقعد تاني يتقابلهم عشان القطر يبدأ ياخد الخط الطوالي بتاعه مرة تانية. عشان يطلع بره صح كلام؟ بيحصل راوتينج عند رصيف مثلا أحد الأنصفة ولكن بالشكل ده. ده اللي هي رصيف A، ده هنسميه رصيف C، ده هنسميه رصيف B. إن القطر بيحصل بيه يعني بيقف على رصيف ما، يقول لك رصيف رقم 2 القطار المتجه إلى القاهرة على سد الركاب على رصيف 2، مش كده ساعات بيقول كده وهكذا. هنسميها A، B و A. طبعا في بعض الامور الدلاليه يعني هنا يعني كان في زميل لسه بيسال بيقول كحوله القطر مش كده؟ قلت له جبت لك كحوله القطر. ما هو انتوا بتجيبوا نابع الافكار بتاعتكم هي اللي بتجيب لي الافكار في المحاضره بتاعتكم. فهنا عندي تحويله هنا هنسميها سويتش، طبعا هيودينا على الاي فهسميها سويتش اي، لان التحويله دي لما هحركها هي اللي دي هتنقلني على رصيف اي. صح الكلام؟ فلو اس اي 1 يبقى انا هروح لرصيف اي، صح الكلام؟ وفي هنا برضه سويتش تاني اسميه اس كام بي، لان هو ده لو اي هي اللي مفتوحه وبي هي اللي مقفوله هيروح لي على بي. طب لو الاي مفتوحه والبي مفتوحه هيفضل على ايه؟ على سي ان شاء الله. هنا هيبقى عندي بيسموه فاكر اسمه اعتقد بيسموه سنافور او حاجه زي كده، ده بيبقى بره المحطه عامل الشكل ده ما كلمتنيش هنا في كده يعني زي لمبه او سموها السنافور ده اللي هو عشان زي ما بيقول يدخلوا ايه ما يدخلوش. يعني هنا السويتش ده او اللمبه دي لو حمراء معناه ان الثلاث انصفه مبدئيا مشغولين او في امر طارئ على الثلاث انصفه بيمنع ان القطر انه ايه انه يخش، اللي هنسميه سويتش اس. طبعا هنا ده السهم اللي جاي اللي داخل بيه الايه؟ القطر اللي جاي من المحطه اللي داخل بالسهم. فاهم معايا؟ القطر كده جاي من هنا. طبعا لو هنا الاس لو 1 معناها مثلا نسميها جرين لاين. جرين لاين معناها خش الايه؟ ماشي المحطه. لو مثلا لو هي بصفر معناها ان ايه؟ ما تخشش الايه؟ دخل المحطة يبقى الاس اي والاس بي هيتحكموا هيروحوا الراوتنج بتاعه هنا هنا. لو الاي بواحد يبقى معناها هيروح يعمل راوتنج على رصيف اي. لو الاي بصفر والبي بواحد يبقى هيعمل راوتنج على بي. لو الاي بزيرو والبي بزيرو يبقى الراوتنج هيبقى على سي ان سو ان. ندي بعض التعليمات. بيقول لي لو A و B مشغولين يبقى الراوتنج لازم يكون على ايه؟ على السي. طب لو الـ A والـ B فاضيين هنا الاثنين سيان، لكن هنا عايزين نعمل اوامر تشغيل، يبقى الاصل ان انت تروح على رصيف A حتى لو كان الـ B مشغول. يعني انت مش هتيجي هنا بقى هو الراجل اللي راكب القطر يقول لك الله ده الرصيف فاضي ايه؟ انا مزاجي النهارده اخش على B، لا ده هو بكره انا مزاجي اخش على ايه؟ عن داخل مش كده؟ لا الكلام مش تهريج ده. فالقاعده اللي هنقولها هنقول الراوتنج في الاساس على ايه؟ الراوتنج في الاساس ايه؟ على ايه؟ ما لم يكن ايه مشغول. فلو ايه مشغول الراوتنج يبقى على مين؟ على بي. ما لم يكن بي مشغول وايه مشغول يبقى الراوتنج يبقى على ايه؟ على السي. يبقى اذا لو احنا حبينا نترجم الكلام ده تعالى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. يبقى اذا حاله الرصيف هي اللي هتتحكم لي في الدائره بتاعتي A B C. حيث ان الـ A والـ B والـ C هي حاله الرصيف بتاعتي. حاله الـ A الرصيف بتاعي. S A S B و S هي دي التحويلات بتاعتي. تحويلات اللي هي التحويله بتاعت اللي هنسميها اس اي، التحويله بتاعت ايه؟ اس بي اللي هو رصيف ايه، التحويله اللي هتودع على رصيف ايه، التحويله اللي هتودع على رصيف بي،
وفي النهايه الاس دي اللامب اللي هتبقى بره عشان تبقى تقول للقطر خش او ممنوع. مش كده الوضع يا مان؟ يبقى هنا عندي ثلاث احتمالات للانبوتس، جبتها منين؟ A وB وC اللي هي الراوتنج او الستيت بتاعت الرصيف بلاتفورم بتاعك، هل هو مشغول ولا فاضي؟ هنقول فاضي يعني زيرو، مشغول يعني 1. احنا بنتفق اهو من البدايه. من عندي 8 احتمالات، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا ما تنساش ان كل واحده من دول هتتقسم بدورها لكام يا جماعه؟ لكانتين علشان مالتي بلكسر، صح الكلام؟ تقسم كل واحده من دول لكام كانه؟ قط كده رفيع او قط اعمق. عندك سؤال؟ اتفضل. المفروض نخلي اللي هو بتاع الاي وبي سي دي حاله الرصيف، اما الخارج بتاعي قافل التحويله ولا افتحها؟ ازاي يعني؟ طب مش تركز شويه؟ يعني انا التحويله بتاعتي دي هي الخارج ولا هي الدخل؟ لا طبعا حاله الرصيف هي اللي الدخل بتاعي. الرصيف ده مشغول ولا لا؟ يبقى هو بناء عليه انا هفتح او اقفل التحويله، ده اللوجيك. ازاي بقى؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ اتعرف على حاله الرصيف، وانا اتعرف على حاله الرصيف ازاي؟ وبمنتهى البساطه لو بشكل الكتروني في حاجه اسمه اللود سنسور. اللود سنسور ده يعني ايه لود؟ يعني حمل. اللود سنسور بيتحط تحت القضيب، يعني مماس للقضيب. اما حاجه تتك عليه هيضغط على السنسور هيدي اشاره ان ايه؟ ان في حق ان في ان الرصيف مشغول. الناس اللي بتتكلم مع بعضها واضحه الحته دي؟ القطر مش واقف، فالقضيب مش ضاغط على السنسورز، فما فيش اشاره جايه من السنسور توضح ان هو مشغول. او زي الوقت الحالي، زي الملاحظ بتاع المحطه اللي هو الراجل بيتصل على التليفون قبل لما يخش القطر بكيلو ولا حاجه من البلده، يقول له ايه؟ هي وضع ايه؟ يقول له تعالى خش الاكلك بره. بتحصل مش كده؟ خلينا بقى في الايه؟ في المعلومات بتاعتنا. يبقى اذا انا عندي دي حالات الاشغال، عندي 8 حالات للاشغال. هنا الوضعيه دي بتقول لي ان الرصيف A وB وC فاضيين، محطه خاليه من اي قطار، صح الكلام؟ الـ A بـ 0 والـ B بـ 0 والـ C بـ 0. يبقى معناها كده ان انا اخلي دي تقيل، اللمبه دي تقيل ولا ما تقيلش؟ تقيل اكتر. تقيل جرين. تقيل. بقول للراجل ايه؟ ادخل. مش كده برضه؟ بدايه ادخل. يبقى اذا اللمبه دي هتفضل قايده، صح الكلام؟ وهنا برضه هتفضل قايده، وهنا هتفضل قايده، وهنا هتفضل قايده. الحاجه الوحيده اللي هتبقى مطفيه فيها هي حاله الايه؟ ان الثلاث ترصفه مشغولين، اللي هي الاي ب 1 معناها انه مشغول، وبي ب 1 معناها انه مشغول، وسي ب 1 معناها انه ايه؟ مشغول، صح الكلام؟ فاذا هو هيبدا قايد على طول ما عدا الاخيره. ما عدا الايه يا جماعه؟ الاخيره. طيب رصيف بي، تعالوا نبدا برصيف ايه؟ رصيف ايه دايما الراوتنج هيتم عليه لو كان هو فاضي، صح الكلام؟ يبقى اذا هنا الراوتنج دايما هيبقى على ايه؟ على رصيف ايه؟ مش كده برضه؟ اللي هو هنا ب 0 ب 0 ب 0 ب 0، صح الكلام؟ هنا 1 1 1 1. وطبعا اللحظه دي بقى تكون البيب مالها؟ يبقى هنا انا قافل له التحويله دي وفاتح له اللمبه، يعني اي قطر هيخش هيلاقي اللمبه دي قايله، هيدخل باي ديفولت على طول، انا قافل له التحويله، هيقوم رايح على فين؟ على الاي مباشره، صح الكلام؟ هيخزن في البي. وهنا البي كولز. هنا دلوقتي عندي الاي مشغول، اصبح الاختيار بين مين؟ البي والسي. هنا البي في الحالتين دول من فاضي، هيروح في حتة على البي هنا، يعني هنا مش هيروح على الاي لانها ممكن تحصل كارثه. هنا في قطر موجود على رصيف ايه؟ يبقى هيروح على البي، يبقى هنا البي يشتغل. هنا بقى عندنا المحطه كلها ايه يا جماعه؟ مشغوله. يبقى هنا الايه؟ الاي والبي. وهنا بقى لازم يكون كل ده، لان انا مش هسمح له من البدايه ايه؟
ان يعدي السهم ده صح يعدي هنا فكله قافل مش كده هنا بقى ايه الاي والبي مشغولين يبقى الاي تبقى مفتوحه والبي مفتوحه دي تبقى مفتوحه ودي مفتوحه يبقى دايما هيبقى ماشي على مين على الخط الطوالي بس انزله هيبقى على مين على السي في اي شكل كده يا جماعه بمنتهى البساطه عشان انا عارف ان احنا تاخرنا والدكتوره زمانتها جايه هنا هيبقى بمنتهى البساطه هبدا استعمل الايه الحالات بتاعه السليكشنز هنا لو انا خدت هنا الاي والبي ادي سليكشن هيبقى انا محتاج 3 مالتيبلكسر الرصيف ايه فور اكزامبل هذا المالتيبلكسر بتاعه هعمل الاثنين A و B وانت بقى عارف السي هتبقى ازاي هذا ال B وهذا ال A هذا رصيف A او السويتش بتاع ال A وهذا التحويله بتاع ال B قلنا هناخد ال S نوت وال S1 فور سيليكشن هذا ال S نوت وال S1 هذا ال S نوت وال S1 وهذا تنساش الكود خده بالترتيب هذا ال B فور S نوت وهذا ال A فور S1 عشان الكود يبقى مظبوط بص للكود كويس خلاص شباب في اي اشكاليه دي السيليكشن لاينز بتاعتي عندي اربعة انبوتس ليه عندك اربعة انبوتس لان انا عندي تو سيليكشن ماشي الانبوتس الاولاني هنا لو تلاحظ هنا الاس 1 ده دايما هيبقى بكام بواحد واللي بعدها بواحد واللي بعديها زيرو وزيرو هنا زيرو زيرو واحد زيرو شايفينها يا جماعة؟ يبقى هنا عندي بي سي سي أول واحدة بكام يا شباب معظم مش واخد بالي بي سي سي دي الأي أو نوت الأي وان بكام؟ واحد برضو بي سي سي برضو اثنين التانيين أرضي اللي هو ممكن نسميها هنا اللي بعدها كم؟ 0 0 1 مش كده برضه 0 0 يبقى ديت متوصله دايما الثالثه بكام؟ 1 الرابعه 4 وهكذا توصل البلاتفورم الايه الثالث والاخير اللي هو الاس معايا يا جماعه يبقى من هنا زي ما انت شايف او من الامثله اللي احنا طرحناها في محاضره النهارده اتكلمنا عن النهارده عن المراجعه السريعه عن الكودر وبعد كده اتكلمنا عن المالتيبلكسر زي ما انت شايف ان المالتيبلكسر ممكن يعمل امبلمنتيشن لاي بولين اكسبريشن لاي كومبينيشن سيت كل اللي انا بعمله ان انا دايما بحاول اختار حالات تبقى سيلكشن واوصف الانبوتس للاخرين من خلال الأمر. طمنا ده شباب؟ طمنا يا جماعة؟ طيب. إيه المقبل بقى؟ إن شاء الله المقبل إن أنا تقريبا خلصت الجزء الكومبينيشن سيركت. اللي إحنا عندنا نوعين من السيركت حاجة اسمها كومبينيشن وحاجة اسمها سيكونشال. إحنا خلصنا مع بعض الكومبينيشنال. أنا دلوقتي في المحاضرة رقم 10. محاضرة منهم هتبقى الترم. محاضرة هتبقى إيه يا جماعة؟ الترم هيبقى كده 11 محاضرة عندي ثلاث محاضرات. هناخد منهم او ابتداء من المحاضره اللي هي يعني مش عارف هناخد الترم ده الاسبوع الجاي ولا اللي بعده مبدئيا هنخلي اللي جاي اللي بعده ماشي مبدئيا هناخد حاجه اسمها البي اتش دي ال لحظه حبايبي لو سمحت اسمع كلامي للاخر وبعد كده اتكلم البي اتش دي ال دي حاجه اسمها البي فيري هاي سبيد اتش هاردوير دي ديسكريبشن ال لانجوج لها فيري هاي سبيد ديسكريبشن هاردوير ديسكريبشن لانجوج يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا معظمكم بيستعمل البروتست وحاجات زي كده علشان يصمم الدوائر ويشوف الاوتس بتاعها الاوتس بتبان على انها بتزيد وتطفي
الهاي ليفل لانجويج دي او الاتش دي ال دي بتستخدم برضه عشان نعمل بس سيموليشن للهاردوير سيركتس. بس دي بتعمل الكود زيها زي السي شارب زيها زي الاكواد بتاع كروت الاي كنترول بتاعك. بالك اللغه دي بتعمل سيموليشن للاي سي بتاعك او سيميشن للسيركتس بتاعك. فدي ان شاء الله هنبدا هنحتاج لها يعني تمهيد حضرتين اللي انا بعد كده ان شاء الله دائما الترم اللي جاي هيبقى السكشن بتاعك هنحاول نخليه في المعمل في اللاب. ليه؟ عشان تلفز هتحل مسائل صحيحه على السبوره تشيد لكن في نفس الوقت هتعمل اكواد للمسائل اللي انت بتعملها ديزاين على اللاب او على جهاز الكمبيوتر اللي موجود. فعايزين ناخد محاضرات تمهيديه لها عشان لما نبدا في السكشن الثاني يبقى احنا فاهمين السوفت وير بتاعنا هي بتشتغل ازاي، فاهمين الكود بيتعمل له ديبجنج ازاي، وفاهمين القصه دي. فهنحتاج لها اتليست محاضرتين عشان نعمل التمهيد ده. فانا عندي 10 كده 2 يبقى 12 مع محاضره في الترم 13 وهنعمل لكم محاضره مراجعه. محاضره ايه يا جماعه؟ مراجعه. الشفوي في الاسبوع بعد الاسبوع ال 14 اللي هو هيبقى قبل الامتحان بثلاث اربع ايام، الاسبوع السابق للامتحان مباشره. يعني قبل الامتحان بثلاث اربع ايام اللي هو التحضيري هنبدا لها اللي جمعته في الشفوي. الشفوي هيكون ازاي؟ يلا يا جماعه بس قبل ما الدكتوره تيجي. الشفوي هيكون ازاي؟ الشفوي ده هيكون بينك وبين الجهاز. عاملين على الجهاز داتا بانك. الداتا بانك دي بتعرض لك 10 اسئله مالتي تشويس. المالتي تشويس مش معناها ان انت هتختار كده بالحظ، مسائل معاك ورقه فاضيه تحل المساله تختار الايه الانسر بتاع المساله من المالتي تشويس. المده بتاعته لو سمحت الناس اللي بتتكلم يعني كفايه بقى 10 دقائق عندك 10 دقائق ب 10 اسئله. مسائل ما مسائل مش معناها مسائل يعني ما تفهم بقى بمجرد ما تعمل سبميت للان او ان الجهاز يقفل عليك في ال 10 دقائق يعني مش هتبقى الجهاز فاتح. الجهاز بعد 10 دقائق يقفل لوحده ويطلع لك نتيجته. واخد بالك؟ بمجرد ما بتقفل ال 10 دقائق تنقضى نتيجتك بتظهر تسجل نتيجتك شكرا. مفيش حد يعمل الاتي عشان يبقى كلامه واضح. محدش يطلع من القاعه رقم واحد يخش القاعه رقم اثنين ويقول لك هيختاروا لي الاكبر. مش هختار لك الاكبر. لان هي وان شانس زيك زي غيرك. فرصه واحده. مش تطلع من عندي تقول داخل للدكتور اللي فينا ما دخلتش يا دكتور لو سمحت دخلت تخش تحل تقول اه انا هاتي هنا سبعه وهنا خمسه هيجيبوا لك دكتور السبعه لا اديك اربعه. مش بنلعب. طب انا قصدي يا جماعه مش بنلعب. فركز. الاسئله طبعا بسيطه مش مساله تعقيديه لكن هي اسئله بتعتمد على الافكار السريعه. افكار الايه يا جماعه؟ طبعا حضرتك بتجاوب وتتفاعل مع الجهاز اللي بيطلع لك الجهاز بتجاوب عليه لا فيها بقى ترصد لحضرتك ولا جبت لك مسائل صعبه ولا مسائل سهله. داتا بانك تعرض لك الاسئله اللي انت حصلت. الرقم اللي هيطلع ما فيهوش برضه مفصل. الرقم اللي هيطلع هو اللي هيتسجل. افرض واحد بقى الرقم ما عجبوش وراح جاي مسحه بيجي امتحان. واعمل ستارت للجهاز يعني كل الافلام ديت مرت علينا وشفناها خلاص. انت بقى بتخرج عن اللياقه احنا كده الحال مش فاضيين. فاهم قصدي؟ يعني اللي بيرد اللي بيعمل ستارت للبرنامج مره ثانيه اللي بيقفل الويندوز بتاعه ثاني مش... كل الكلام ده بيلغي ايه يا جماعه؟ الامتحان. فهذا هو الشكوى اللي هيبقى في الاسبوع القادم امتحان التحليل المباشر. متر هيبقى امتى؟ سؤال واقعي. خلاص يبقى اللي بعد كده. دي مراجعه؟ لا المراجعه ديت اللي هي المراجعه اللي انت بتخش بيها الفاينل ان شاء الله. بص يا حبيبي في الترم هيبقى